السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جيت لكم فيديو جديد عن 7 ديدلي سينس جراند كوست خطايا السبعة. اليوم راح نحكي عن تحديث اللي هو 5/10، ونشرح فيه شو الشغلات اللي اجت فيه وشو الشغلات المهمة اللي لازم نعرفها. طبعا أول شغلة اللي هي بالتحديث اللي هو طبعا الكروت اللي راح ناخدها أول كرتين من السبيشال ميشن. إذا بنفوت على اللعبة، خلينا نحكي باللعبة. أول شيء في هون مهمات. المهمات، أول مهمة إنه تعمل تسحب على أي شخصية مرتين بيعطيك الكرت هاد. الكرت هاد في كرت ليليا اللي هو الاس اس ار، طبعا 69 كثير واطي بس الاتش بي تبعه عالي فحلو. clear the final episode of the 7 deadly sins، هي اللي هو الستوري الجديدة، لأنه صار في ستوري جديدة ل 7 deadly sins. لما تخلصها بتاخذ الهدايا تبعها. بعد هنا ما راح نلعبها لانه اذا لعبناها راح تطول. هاي اول شغله، لما تخلص الستوري بتاخذ الكارت الثاني. الكارت الثاني راح يكون في فالنتي. فالنتي طبعا الاساس 7 كثير سيئه. الثالثه كلير سبيشال ديزاسترز باتل 3 تايمز. سبيشال ديزاسترز باتل اللي هو فالنتي وكاميلا وايستن. طبعا بهذا الفيديو راح نلعب ايستن مره ونجربها. طبعا انا اوريدي لاعب قبل هالمره فالنتي وكاميلا، بقى اللي مو شايف الفيديو يروح يشوفه مشان نعرف شلون نلعبها. بس مشان تعرفوا، كاميلا لازم تضرب 5 ضربات بنفس الجيم. اذا ما بدك تضرب 5 ضربات لا تضرب ابدا، احسن لك، لانه بصير عليها بوست كل ضربه بتضربها، وهذا البوست بصير بيقتلك شخصياتك. فالنتي كرت الكريت شانس اللي هو ضرب 3 كريت شانس هو اللي بيعمل السيفر، هو اللي بيعمل دمج عليها. وايستن ما في عليها اي ريستريكشن، بس لا تستخدموا بشر او البشر راح يعملوا دمج اقل. ليش؟ لانه بتنقص 100% من الدمج تبع البشر. يعني ما راح تعمل دمج ابدا، لا. مثلا اذا انت بتضرب 200% دمج عليها راح تضرب 100% فقط، راح تنقص 100% من الدمج اللي بتعمله. بقى خلينا نجربها مره ونشوف. طبعا انا لعبت مع واحد اوتو. انا نفوت لك عدواني. طبعا انا حطيت تيم عبارة عن زرق لانه هي حمراء. بقى حطيت كيوزك. طبعا فيك تشيل كيوزك، تحط اي واحد، ازرق احمر اخضر اللي بدك اياه. اهم شيء اذا تخلص بسرعة لا تحط بشري، لانه البشري راح يعمل دمج اقل. هالمرة راح نجرب ديرييري ونشوف هل راح تعمل دمج ولا لا، لانه هي في عندها حركه بتعمل بوست، والبوست هذا بصراحه بيزي، خاصه اذا شخصياتك ما عليها جير او شيء، او جيرها مو قوي. فخلينا نشوف هلا راح نقدر نختمها ولا لا بهذا التيم. انا استخدمت الدرياري عدكات بكنسل البفات، بقى هذا احسن شيء. ما بعرف ليش مو حاطين صوت ابدا، بس اعتقد بعدين راح يصلحوها. خلينا نشوف هلا. حلو كتير. نستخدم اول شيء، شوف الفلاد راح تعمل دمج. ليش؟ لانه الفلاد اوريدي عندك الفلاد البرسنتج تبع هي ما راح تروح، بس راح يروح من ال 300 100. نعمل هيك مبدئيا. تونت الكرت هذا راح يعمل دمج، بس الكرت الثاني ما راح يعمل دمج، مشان هيك بس الاي اي ما بيستخدمه اصلا. حلو. لا بس مو تعطونا للاسف، اعطونا يا رب. اللي معانا شايفين الباف، لما بنستخدم هذا الكرت عشان نشيل البفات من عليها. نستخدم ليفل 1 ولا ليفل 2؟ نستخدم ليفل 1. نعمل هيك وهيك، اعتقد هيك وزيادة. شايفين ما بيعمل دمج كتير هذا الكرت، اما هذا الكرت راح يعمل دمج. ضعف، فلا بكنسل البفات وبضربها. نوت باد. هلا هو معاه التيميت، بعد شيء كتير رائع. ايش هيك تحسه ما في صوت غريب؟
حلو، انا اجاني رانكبات، اجاني نعمل هيك نعمل هيك. اعتقد هلا هي ميتة 100 او 90% ميتة. هي ممكن تعمل 300 200 ألف. ميتين واحد وستين قتلتها ايزي. بس سبايك خلص يستاهل، ما في اسهل منها. فيك تستخدم معكم اي شخصية عادي ببالك. طبعا كل يوم فيك تلعبها مرتين. الاكسشينج شوب تبعها كثير حلو. في اول شيء الكارت هذا راح يعطيك ايثن نفسها 83، ممتاز. هيك بصير عندي خمس شخصية او خمس كرو 83 دمج الاتاك تبعهم. طبعا راح يعطيك لبس لايستن، وراح يعطيك كرت كمان اللي هو لمونو. ساعتها بصير عندك الكروت كاملة. ولا في حدا تاني كمان؟ اه كميلا، كميلا اتش بي تبعها هذا ايستن. ايوه يعني يعطيك لبس كامل لايستن، وهون راح يعطون لبس كامل لباقي الشخص. او مو لبس، بل اعتقد لبس كامل، لبس كامل. اللي مو اخذهم طبعا راح يقدر ياخذهم. اللي اخذهم قبل هالمرة راح يعطوه بدالهم لبس، او سوري ماتيريال. والجروث فيها اس اس ار واحدة بس قريب، وخمسة سوبر اويكنينج وثلاثينات. ممتاز ممتاز. فنصيحة لا تروحون عليكم، لانه الايفنت ما راح يطول كتير. يعني 12 شهر راح يخلص، لانه عم يسرعوا بالايفنتات، لانه في بانر لسه بتجي او في بانرات راح تجي. انتبهوا تخلصوها باسرع وقت ممكن. يعني لا تنسوا اي يوم ما تلعبوها. طبعا اليوم اعطونا ملتي مجانية، يعني هلا بالبانر هاي وبانر جوثر اعتقد راح يعطونا ملتيتين مجانيات. طبعا الحمد لله باول ملتي طلعت لي ايستن، ولما طلعت لي ايستن قدرت اخذ العب هذا الايفنت. انه اذا ما عندك ايستن الجديدة ما راح تقدر تلعب هذا الايفنت. بس نصيحة مني لا حدا يعمل على البانر، لأن البانر جدا عادية ما فيها وشخصيات ديزاسترز بصراحة حاليا مو مهمين أبدا. بنصيحة مني لا حدا يعمل، خاصة إنه جاي جوثر، وحتى جوثر كمان بانر لا حدا يعمل عليها. هلا بنكمل بالشرح. لازم كلير سبيشال ميشن مثل ما قلت لكم، تلعبوها 3 مرات الباتل، بعدين يوز اكسشينج شوب. الاكسشينج شوب طبعا اللي هلا كنا فيه، تشتري 5 شغلات من هون وتخلصها. مثلا الحين اشتري هاي، الحين اشتري اللبس، اذا خلصت تبعت ايسن وتبعت سوري ليليا وكميلا ممكن اليوم اقدر اخلصها. اذا ما قدرت اليوم بكره وبعد بكره بقدر اخلصها عادي. اللي بعدها get a bingo 10 times. طبعا البينجو هالمرة كتير حلو، في كروت. خلينا نشوف الهدايا، ليش ما يفرجونا الهدايا؟ ها حلو، راح ناخذ الكروت. Let's go friend. هذا الكارت عندي ولا لا؟ نفسه أكثر من مرة. هلا بنشوف الهدايا، الهدايا ما بشي. طبعا الكروت اذا خلصتوهم هلا بنحكي عليهم. لازم طبعا البينجو مشان تخلصها لازم تخلص 10 خطوط، مو خط واحد، لا لازم تخلص 10 خطوط عشان تخلصها. ليك لا الشيرنج ايفنت شي تاني هلا بنحكي عليه. بقى هي نصيحة مني لا تروحوا البينجو. ليك البينجو يعني بتخلص 10 خطوط، هي 1 2 3 4 5. بخمسة يعني اذا خلصت اول صف بتخلصها. طبعا كل يوم فيك تاخد قديش بالضبط؟ خلينا نشوف، مو شارحين اياها. وين البينجو؟ بينجو بينجو بينجو، ايوه بينجو. ما في ليميت ولا في ليميت؟ المفروض 30 او 50 الليميت، بس مو حاطين هون كم. بس مو انليمتد، ما بعتقد انليمتد، يا 30 يا 50 الليمت بتذكر. طبعا ايفنت عاملكم هو الحلو انه في ايفنتات كثير
كثير هالمرة. طبعا التاور اوف ديزاسترز موجود، تاور اوف ديزاسترز راح ما في جيمات بس في شغلات تانية. ونصيحة مني، نصيحة مني، اللي مو مخلص وينه كويست تشالنج تاسك تايتل، اللي مو مخلص التايتل تبع هذا هو التايتل، لا لا مو هذا التايتل، تايتل تبع الاتش بي، وينو الاتش بي، وين الاتش بي، اتش بي اتش بي اتش بي، ايوه عليكم، اللي مو مخلص هذا الايفنت يخلصه هلا، لانه احسن مره هلا تقدر تخلص التاور. ليش؟ لانه في وحده اللي هو تخلص التاور ديزاستر 3 تايمز كلير ذا توب فلور اوف ديزاسترز وذ 3 ستارتنج جريد اس ار. لازم يكون عندك ثلاث شخصيات اس ار بالتيم، واللي هن موجودين مو اللي ورا، لا الثلاثه اللي موجودين قدام. بقى نصيحه مني فيكم تخلصوها باس ارات، لانه خاصه ليفل 90 واربع نجوم خمس نجوم سووا شخصياتكم عادي تقدر تخلصوها. وهي اللي هو كلير تاور اوف ديزاسترز مره، وهي انك تخسر بالمرحله الاولى مرتين، وهي انك تخسر بالمرحله الاخيره او قبل الاخيره 20 مره. انتم خسروا بالمرحله الاخيره وقبل الاخيره عشان ما تروح عليكم، وهيك ساعتها بتصير تحط 4 اتش بي زياده لما تستخدم كرت اتش بي او اكل اتش بي. بنصيحه خلصوها. شوفي كمان ايه الشيرينج ايفنت، الشيرينج ايفنت على الفيسبوك وعلى تويتر حاطين الكلو اللي هو، ثواني خلينا نرجع على هون، طبعا خلينا بس نشوف الكود اذا جمعته. طبعا هذول مش تاخذوها 100% تزيد، اذا صارت ليفل ماكس راح تقدر ال 7 ديزاسترز 5% زياده ستاتس، ستاتسهم كلها راح تزيد 5%. هذا الشيء رائع ترى، الستات كلها مو كاتبين شيء معين، وهذا الشيء رائع. وهون هي اللي احنا بدنا اياها، هو حيعطونا هذا الكرت. طيب انا بدي هذا الكرت، انا هذا الكرت وهذا الكرت عندي اياه، بس بدي هذا انا اللي ما عندي اياه. ويرد. عشان نقدر نصير لما ننضرب ناخذ 2% ماكس اتش بي. طبعا المينتننس هدول هن، شو هدول؟ سبيشال تشيك ان، تشيك ان كل ما تفوت على اللعبه لمده 7 ايام كل يوم راح يعطونا هدول الشغلات. راح ناخذ مثل ما قلت لكم تيكت مالتي لما تخلص المهمات، ومالتي لما تخلص لما اول ما تفوت على اللعبه بعد الابديت، يعني راح نقدر نعمل مالتيتين. حكينا على هدول، راح ناخذ 15 20 21 22 23 24 جيم ولا 25 جيم؟ 15 ب 6 21 3 24 جيم. هدول طبعا الهدايا اللي راح نقدر ناخذها. ايوه هاي هي البينجو، البينجو راح ناخذ الثلاثه هدول. هاي ليفل 3 الاولى، اعتقد ليفل 3 الاولى راوند 3 راح نقدر ناخذ، ولا نفس الكارت بالضبط، كارد 1 وكارد 2 كارد 3 نفس الباك ما بعتقد. المهم خلصوا البينجو. وهي الشيرينج ايفنت، الشيرينج ايفنت كل يوم فيك تشجع حدا من الشخصيات، واذا صح او اذا كان الشخصيه اللي انت شجعتها هي الشخصيه اللي اللعبه مختارتها، راح تاخذ 5 سوبر اويكنينج يوميا، غير الريورد هي اللي بتاخذها لما تاخذ الجائزه نفسها. واذا خلصت الشيرين كاونت كله بتاخذ اللي هو ستامبس للديزاسترز، هذا شيء كثير حلو. وهي طبعا الهدايا اللي فيك تخلصها يوميا مشان تاخذ الريورد هي. بس هذا كل شيء طبعا لكم، الهدايا تبعت التور هدايا حلوة. بس خلينا نشوف شغلة، وين الهنت كان محطوط؟ باليوتيوب مثلا؟ باليوتيوب مثلا حاطينه؟ لا مو حاطين شي باليوتيوب. الفيسبوك مثلا او تويتر؟ غريب.
لان انا بتذكر شفتها بس ما بتذكر وين، يمكن يا على تويتر يا على الفيسبوك او على الاثنين، بس ما حافتح الفيسبوك تبعي انه برايفت، انا ما بدي احدا يعرف شو الفيسبوك تبعي او التويتر تبعي. مشان هيك بقى فوتوا على تويتر او على الفيسبوك تبع صفحه 7 ديدلي سينس وشوفوا الهنت. اعتقد الهنت هو اللون تبع الشعر تبع الشخصيات، يعني اذا اللون ازرق دقيقه خليني اشوف اذا فيني اجيب لكم اياها، اذا عرفتها راح اعملها بفيديو خاص مشان سهل عليكم اكثر. بس هيك بنكون وصلنا للفيديو اليوم، ارجو تكونوا استمتعتوا فيه. استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك للفيديو، شكرا على كل جديد منه، نشوف اخر فيديوهات تانية، مع السلامه.